بازار فيينا الدولي سوق خيرية دأبت رابطة سيدات الأمم المتحدة على إقامته منذ أكثر من 4 عقود، وفي يوم واحد من كل عام يستقبل بازار فيينا نحو 30,000 زائر ليطلعوا على ثقافات شعوب الدول المشاركة أو يتذوقوا أشهر مأكولاتها الشعبية. الفكرة من وراء البازار جمع المال من أجل تمويل مشاريع لصالح الأطفال المحتاجين. الحضور العربي المميز في بازار فيينا الدولي تمثل بمشاركات عكست الإرث الثقافي وعرضت أهم المنتجات اليدوية والتقليدية لكل دولة. جناح المملكة العربية السعودية حظي بالإقبال الأكبر من قبل الزوار لتنوع معروضاتها، التي كانت من أبرزها لوحات تحاكي كسوة الكعبة المشرفة وأزياء تقليدية وعطور فاخرة وأطعمة شعبية. دائما المملكة تشارك في جميع الأنشطة الخيرية التي تقيمها الأمم المتحدة هنا في الفرع في فيينا، والسنة طبعا زي ما أنتم شايفين جايبين نماذج من ثوب الكعبة المشرفة، إضافة إلى بعض المنتجات اليدوية وبعض المنتجات الحرفية التقليدية في المملكة العربية السعودية. مناسبة جيدة للتعرف على ما تعرضه الدول المختلفة، وجناح السعودية تميزه المنتجات اليدوية المنوعة والأزياء النسائية والمأكولات والعطور. دولة فلسطين شاركت للمرة الأولى في البازار الخيري منذ رفع علمها في ساحات الأمم المتحدة، فكان لها عرض شعبي خلال افتتاح البازار لاقى تشجيع الحاضرين من مختلف الجنسيات والأعراق. وتخصص عائدات بازار فيينا الدولي لدعم المشاريع الإنسانية الخاصة بالأطفال المحتاجين، وتشارك به أكثر من 80 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة. تخصص عائدات هذا البازار الخيري لمساعدة الأطفال في الدول المشاركة، إلا أنه بات ملتقا سنويا يحضره الآلاف من أجل تقريب الثقافات بين شعوب العالم. نايف نوفل، الإخبارية، فيينا.